عمارة رأس الخيمة، صاحب قرية محمد بن زايد التراثية في رأس الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم السيد أحمد خميس بن قيدوه الشحي. بدأت فكرة تأسيس المتحف الخاص في سنة 1998. بديت أجمع القطع الفخارية والأسلحة مع الأخوان وأم العيال الله يجزيهم خير، ومع بعض الأخوة والأصدقاء، فكونت جماعة قسم أو مقتنيات كثيرة من الفخاريات، وإحنا حاليا في قسم الفخاريات هذا عندكم قسم خاص للفخاريات، وثانيا عندكم هني غرفة الرحى اللي هي تطحن البر سابقا، ثم في القسم الثاني اللي هو القسم الرئيسي في المقتنيات الأثرية من نحاسيات وأسلحة وأسلحة بيضاء والأسلحة من سنة 1846 تقريبا إلى 1940، في قسم داخل السقفيات، قسم النحاسيات، الأملات، الدهريز والعريش والمبرز، بيت المصيف والرحى والمتحف الرئيسي. فتشرفتونا ويا هلا ويا مرحبا بهاي الزيارة، ونشكر الأخوة المقيمين على مجهودكم الرائع وزيارتكم الخاصة للمتاحف الخاصة واهتماماتكم في الموروث الشعبي، وهذا كل الشكر والتقدير لي منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.